زيارة مميزة بدأت في وزارة النفط، وتم التوافق على عدة أمور لها علاقة في محورين. المحور الأول هو أنبوب النفط ما بين البصرة والعقبة، وتم التوافق على عدة أمور لها علاقة في الاتفاقية الإطارية التي نأمل أن نوقعها قريبا. أيضا تم التوافق على جميع الأمور التي لها علاقة في الإجراءات اللي بدنا ناخدها لحتى نتابع في موضوع بيع النفط العراقي إلى الأردن، وهذه الكميات ستكون حوالي 10,000 برميل يوميا تباع بالسعر العالمي إلى الأردن، ناقص منها تكلفة النقل وناقص منها تكلفة فرق النوعية. بصرة عقبة، الخط الأنبوب العراقي الأردني قيد النقاش. نحن في طور توقيع الاتفاقية الإطارية، الغطاء القانوني لهذا المشروع، ومن الجانب الآخر في طور تعديل المواصفات الفنية ونطاق العمل للمشروع لكي يكون مربحا لكلا الطرفين. الأساس في الموضوع هو أساس تجاري، وبالتالي المساعي من كلا الطرفين، من المملكة ومن الجانب العراقي، يعني تحقيق تجارية هذا المشروع واستدامته، وأن يتحول إلى مشروع اقتصادي يضيف قيمة لكل البلدين. لما وقع من اتفاقية كانت مع الجانب الأردني والقاضية برابط كهربائي من خلال إنشاء خطوط ريش قائم وإنشاء محطة قائمة التحويلية، طبعا كان العمل محال بواقع 26 شهر. اليوم الاجتماع أو الزيارة بحثت موضوع تدليل هذا السقف الزمني ليصير بواقع سنة واحدة، يتكفل بنقل طاقة 150 ميجا واط، ومن ثم يصار إلى مرحلة أخرى والثالثة تصل إلى قرابة 960 ميجا واط. طبعا هذا الربط الكهربائي مهم لأنه سيحقق تلك الوثوقية والاستقرارية للشبكة الكهربائية، ومن ثم نعود إلى أفقنا العربي، نعود إلى ربطنا الاستراتيجي مع العمق العربي الذي هو احنا حقيقة ساعي لأن نرتبط به كهربائيا من خلال ربط كهربائي عربي، سواء كان مع الأردن، سواء كان مع مصر، وحتى مع هيئة الربط الخليجي.